السلام عليكم. أنا بعد والدي ما توفى أنا اللي شلت مسؤولية أمي وأخواتي بحكم إن أنا كبيرة، لكن أمي ربنا يبارك لها ويديها الصحة كانت بتشيل معايا جامد، ولما كنت أنا أطلع علشان أشتغل أي حاجة، أنا دبلوم، كانت والدتي بتساعدني تشغل في البيوت أي حاجة عشان توكل أخواتي. ورغم كده أمي كان همها كله تسطرني وتقولي لازم اتجوزك، انا مش هينفع اسيبك كده، اللي في سنك متجوز ومخلف، يا اما لسه ما كملتش 21 سنه وماله، انت لو فضلت شايله همي انا واخواتي يبقى مش هتتجوز، اتجوزي وربنا يرزقني برزق اخواتك، مالكيش دعوه. يا اما انا بساعد معاك، انا لو اتجوزت جوزي ممكن يقول لي مالكيش دعوه بامك واخواتك، انا كده بصرف عليكم وبساعدك. لا يا بنتي اتجوز ومش عايزه منك حاجه. وفعلا انا قاعده في مركز تبع مدينه الجيزه، يعني ممكن تقول الصف وممكن يعني براحتكم. وفعلا جالي واحد من الحلال بس خدني على القاهره بعيد، منطقه شعبيه بس كويسه. اتجوزت وام على قد ما قدرت وعلى قد اجتهاده، هو برضو كان على قد حاله، يعني باللغه كده بتاعتنا لا تعيرني ولا عايرك، الهم طايرني وطاير، يعني انت لا جهزت حاجه عادله ولا امي جهزت حاجه عادله، واتجوزنا ودخلنا وخلاص. وانا برضو بعيد المسافه عليا مع امي، انا اجي لي قرشين على فودافون كاش احول لها اي حاجه، 100 جنيه اللي كان يقدر اللي كان بتحصل فيه. وكنت بنزل اشتغل مره في مكتب ومره اقف على كاشير اي حاجه، وجوزي كان سايبني. وعدت سنه في الثانيه وجوزي عايز يخلف، ورحنا كشفنا لقينا عندي مشكلة سهل علاجها، عايزة يعني ان كانت عم تدخل ولا حاجة كده كلام فاضي يعني. لكن جوزي ما كانش يفرق معاه، قال لي لا يا بنت الحلال انت معطوبة، قال لي كده بنفس اللفظ، انت معطوبة وما تلزمنيش. وهو كان قايمته كلها بكام؟ مش مكمل 10,000 جنيه. سابني طلقني وما عداش على جوازنا يمكن سنتين ونص، قول 3 سنين. طب انا اروح لامي اقول لها؟ كنت شغاله في الوقت ده في صيدليه، وصاحب الصيدليه انا الحمد لله رب العالمين جسمي يعني زي ما بقول كده بيشد اي راجل الحمد لله، رغم ان وشي مش جميل قوي لكن جسمي ربنا اعطاني جسم يعني بالنسبه للشباب بيقولوا عليه ان انا مثيره او حاجه زي كده. الدكتور بتاع الصيدليه كان دايما باب من عينيه وقفته جنبي كتفي في كتفه، كنت بحس ان هو مؤدب، بس كنت حاسه ان هو عايزني انا يعني اللي ايه اللي اخد المبادره بكلمه بنظره بضحكه، وده طبعا لا، انا امي مربيان. لغايه ما جيت في يوم من الايام وقال لي انا معجب بيكي وانت الفلوس اللي انت عايزاها خديها، قلت له لا يا دكتور انا ماليش غير في الحلال، الحرام ده لسه خالص، حاول معايا كتير يديني فلوس، يقول لي انزل اشتري هديه، يجيب لي بتاع خاتم ذهب. قلت له يا دكتور ما تعبش نفسك، لو عايزني امشي من الصيدليه امشي، لكن علشان اعمل حاجه حرام او غلط لا يمكن، انا سكتي معروفه يا دكتور الحلال. في الاخر قال انا موافق، بس انا متجوز زي ما انت عارف، ومراتي بتيجي الصيدليه وانت عارف احنا نتجوز عرفي. قلت له اهم حاجه يبقى في العالم. قال خلاص ماشي، انا هاخد لك شقه مفروشه وهنعمل نكتب ورقتين وبحضور يا ستي حفله صغيره نعملها، اظن كده مظبوط؟ قلت له مظبوط. ما قلتش اقول لامي اشيلها هم ليه واتعبها ليه. المهم جه وفعلا عمل لي حاجه على قد كده في الشقه، واصحابه كلهم كانوا موجودين اكتر من 15 شاب وكل واحد جايب مراته، وفعلا كتبنا الورقه وشهدوا عليها، ما رضيتش اخلي 2 يشهدوا، ده انا خليت يجي 10 يمضوا عليها عشان يبقى اشهار. وفعلا عشت معاه سنه حلم، اكل شرب احول لامه فلوس زي ما هي عايزه، يعني تقدر تقول كده ان انا الصيدليه دي لو حطيت ايدي وحطيت الفلوس كلها اللي في الخزنه حاطها بجيبي ما كانش يقول لي حاجه. هو كبير عني يمكن ب 15 17 سنه بس عاش شبابه وانا عشت حياتي. طبعا نتيجه ان هو دكتور يعني كان بياخد حاجات كتير كانت مخليها زي الحصان، يعني كان كل يوم وبشكل غريب
وانا مش خسرانه حاجه، كنت عايشه زي ما تقول كده اميره، فلوس، هدايا، فسح، اكل في مطاعم، عشت حياتي. بعد سنه وثلاث اربع شهور ابتدى يخف عني، رجله ما تدبش في الشقه عندي كتير اللي كان مؤجرها لي، واهتمامه بمراته وعياله. فقلت له ايه؟ قال اللي احنا عملناه ده كان في تسرع، وانا ما اقدرش يعني استمر اكتر من كده. قلت له انت عايز تطلقني؟ قال لي يا بنت الحلال انا الشقه هدفع ايجارها واخليكي قاعده فيها، ما فيش مشكله، بس احنا كده انا خلاص على كده، دي انا بعتبرها نزوه وغلطه، وانا لازم نصلح الغلطه. قلت له عايزني امشي من الصيدليه؟ قال لي لا تمشي ومرتبك عادي، بس ما حطيش ايدك في الخزنه، يعني عايز يقول لي الفلوس اللي كنت بتاخدها زمان وما فيش، انت هترجع موظفه زي ما كنت. طب هروح فين؟ قلت له ماشي. وفعلا طلعني. في الوقت ده في حاجه غريبه جدا حصلت. اللي حضر الفرح عندي او الحفله اللي اتعملت كلها اصحاب. لقيت الدكتور بيقول لي على فكره، شوف يا فاتن، انت عارفه فلان الفلاني؟ قلت له اللي بيجي هنا عندك؟ قال اه ده شاهد على الفرح وماضي على ورقه الجواز العرفي. قلت له ماله؟ قال عايزك يتجوزك وبالحلال. قلت له لسه فتره العده. قال خلاص تخلص فتره العده وهو هيجي هنا تسلمي عليه وتقعدي معاه وتشوفي، والشقه زي ما هي وانا اللي هدفع الايجار وكلها مفيش مشكله. قلت له في الحلال يا دكتور؟ قال لي يا بنت الحلال في الحلال. وفعلا عدت شهور العده، وجه عملوا حفله حضرها الدكتور الصيدلي اللي هو طليقي مع اصحابه الشله هي، ومضوا الورقه. الفرق بس ان بدل الدكتور الصيدلي هو اللي كان بيدفع لي الايجار، بقى صاحبه طبيب برضه بس طبيب اطفال هو اللي بيدفع الايجار. ما انا بقول لكم انا جسمي مشكلتي، جسمي هو مشكلتي، شكلي مش حلو يعني كتقطيع مقبوله، لكن جسمي هو اللي مصير جدا. المهم اتجوزت، شرع ربنا واصحابه مضى، ده طليقي مضى عليها كشاهد، وعشت معاه اجمل ايام عمري برضه. طبيب وعارف ازاي يعامل الست وازاي يقدر يديها كل اهتمامه وازاي يديها كل متعته. وعشت معاه فتره طويله قوي، وبرضه الفلوس اللي كنت اقول له هات 1000 هات 200 هات 500 وابعت لامي وحلال، ونتفسح ورحنا شرم الشيخ قعدنا اسبوعين وحياه جميله بعد كده. وكنت برضه كان بيقول لي في اي وقت عايزه تروحي للدكتور تشتغلي في الصيدليه انا ما عنديش مشكله، عشان ما تقوليش زهقان، انا راجل متجوز وعندي اولاد، برضه هبقى يوم هنا ويوم هنا، لكن لو عايزه تنزل الصيدليه وتقعدي فيها وتساعد الطبيب انا ما عنديش مشكله. قلت له طول ما انت موجود مش هروح. وكلمت الدكتور، لان الدكتور مش غريب عني، ده كان طليقي، كان جوزي ومطلقين بالهدوء. فكنت بقول له اوعى تجيب حد، انا لما اخلص اليوم بتاع اللي جوزي موجود مش هاجي، لكن اليوم التاني هاجي. فكان الدكتور بيمشي اموره في اليوم اللي انا بغيب فيه، واليوم التاني كنت بحضر معاه. وفعلا بعد سنه برضه حصل نفس النظام. يا بنت الحلال دي كانت نزوه، زي اكون محافظين مع بعض، كل واحد بيجي يتمتع بيا شويه، لكن انا اهم حاجه في الحلال. وفعلا خدت برضه حقوقي كامله وباخد فلوس على فكره، ونقطع الورقتين ورجعت للصيدليه. اسبوع في التاني في شهر لقيت الدكتور نفسه بتاع دكتور الصيدليه. اسمع يا فاتن. ايه يا دكتور؟ انت عارفه فلان الفلاني؟ مين يا دكتور؟ اللي بيجي برضه مع شلتنا، اللي حضر فرحك معايا ومع صديق التاني. ماله؟ حاطط عينه عليكي برضه يا حبيبتي وطالبك وبالحلال، واديكي قاعده في شقتك ومفيش مشكله. قلت له فتره العيد؟ قال لي تخلص ويجي. وفعلا خلص. ويجي صاحبه الثالث نفس الحفله ونفس المجموعه، بيجوا وبيحضروا وبيمضوا ويعمل حفله بسيطه ويجيبوا لي هدايا ونكتب الورقه ويشهدوا عليها، كان فيها طليق الاولاني وطليق الثاني. وعشت معاه برضو اجمل ايام عمري. انا 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 خدت ثلاث اربع شهور عسل كلهم، اللي في شرم الشيخ واللي في البحر الاحمر، عشت حياتي، واحلى اكل واحلى شرب، كل شويه والتاني شهر عسل، كل سنة شهر عسل، في نفس الشقة، بس المرة دي من اللي بيدفع ايجارها مش الدكتور الاولاني ولا الدكتور التاني، صاحبهم التالي. ما بقتش اسأل بيشتغل ايه، انا اهم حاجة انه حلال، والفلوس احولها لامي والدنيا حلوة والحمد لله رب العالمين.
ده طول معايا، قعد معايا حوالي سنة وثمان شهور. وبعد كده يا بنت الحلال نزوة كل ده، وانا سني لسه ما كملش 27-28 سنة، يعني لسه في عز شباب، يعني في سني لسه ما اتجوز. وانا كفاية كده يا حبيبتي، وانت هتاخدي اللي احنا متفقين عليه، مؤخرك في المؤد زي شرع ربنا يا حبيبتي. خلاص شكرا. رجعت تاني للصيدلية، اسبوع في التاني ولقيت الدكتور بيقول يا فادي، فاكرة في قلت له ايه يا دكتور؟ هو ايه هي جمعية يا دكتور؟ قال لي اعمل لك ايه؟ كل ما واحد يتجوزك صاحبه يحط عينه عليك. طب انا هعمل ايه؟ لو مش عايزه بلاش. هتتمتعي يا حبيبتي وجواز، واحنا كلنا شاهدين على الجواز واعلان وزغاريد في العماره اللي احنا، وفاتحين الباب والناس داخله طالعه، بنوزع حاجه ساعه وجايبين جاتوهات وبنحتفل، انت زعلانه ليه؟ مش شرع ربنا؟ طب اشوفه يا دكتور، هخليه يشوف. يجي الشخص يقعد معايا، طبعا اول ما يشوفني عايز يتم اجراءات الجواز بسرعه، اقول له لسه قدامي شهر، لسه قدامي 35 يوم كده، بيبقى على حر من الجامع وفي نفس الشقه اللي كان جابها لي الدكتور الاولاني، يجوا برضو نفس المجموعه، حفله بسيطه جميله، ناكل الجاتوهات وانا ببس برضو فستان جميل، هو اللي بيجيبه لي ويجيب لي شبكه الحمد لله. انا بقيت دلوقتي معايا 4-5 شبكات، وشبكات حلوه بختارها بنفسي، ده غير الفسحة غير الاكل طبعا. يعني الشهر الاولاني ده لا بيبقى في شرم الشيخ لا في الغردقه لا في اي حته، فسح واكل وهدايا ومتعه غير عاديه. نفس النظام، سنه وست اشهر، واكتر واحد قاعد معايا كان سنه وثمان اشهر، ده ما كملش معايا تسعة اشهر بالظبط. وقال لي لا كده الموضوع من حاجه في الخفه ما احبهاش، وحتة ان انا بطلع نازل وانا مروج دي، قلت له خلاص عايز نتجوز الشرعي نتجوز الشرعي. قال لي لا لا لا، هي كانت غلطه من الاول، احنا نقطع الورقتين. قطعت الورقتين. اتكرر الموضوع ده مع كل المجموعه، عشان ما اطولش عليكم، بتاع الجزء الاولاني كانوا 12-13 كلهم عدوا علي، كلهم عاشروني، بس ما فيش واحد منهم لمسني من غير اشهار ومن غير ورقه ومن غير شهود وجواز عرفي. بأمانة الله ما عملش الحرام ابدا، وياما حاول معايا كتير الدكتور في الاول، اول الجواز دي اللي هو بعد ما طلقني جوزي، استحال. قلت له انا ما عملش حاجه في الحرام. كل واحد بشبكته وكل واحد بهداياه وكل واحد فسحني ومتعني واكل وشرب وفسحه ومية مية. كل ده ما حدش من بلدي ولا من اهلي ولا امي ولا اخواتي يعرفه عني، بس انا طول عمري براعي امي. يعني في كل جوازة كان اسبوع والتاني 1000 جنيه، اسبوع والتاني 1000 جنيه، اسبوع والتالت. تقوم بتقول لي ايه يا بت، اوعى تكوني بتمد ايدك على فلوس الناس اللي بتشتغل عنده. قلت لها حد الله يا ماي، والله ورحمة ابويا كلها فلوس في الحلال يا ماي. تقول لي بدعواتي يا بنتي، بدعواتي يا بنتي. 12 راجل عدوا علي. دلوقتي انا عندي 33 سنة، 33 سنة انا شفت فيهم ورد عليا أشكال وألوان، أشكال وألوان. اللي قاعد معايا 3 أشهر، واللي قاعد معايا سنة وتسعة أشهر، ده أكبر واحد سنة وثمانية أشهر. الباقي آخر واحد ده ما عادش معايا غير شهرين، بس كان شهرين واخدهم تفرغ، ما طلعناش من البيت. أول أسبوع سافرنا فيه، وبعد كده الشهرين دول ما طلعش من البيت، زي ما يكون العايز اللي في سنة يعملهم في شهر ولا بتاع ولا في شهرين. كان انتقام مني، انتقام. وكنت سعيدة، انا شرع ربنا وحق ربنا ياخده. عملت فلوس كويس، والوضع خلاص. لقيت موت للدكتور، ايه يا دكتور؟ ده انت اللي يشوف الورق العرف اللي معايا زي اكون واخدينها بالترتيب، اول واحد والباقي شاهدين، تاني واحد الاولاني والباقيين شاهدين. ايه يا دكتور؟ قال لي حلال ولا مش حلال؟ انا من جوايا هو حلال، انا موافقة، هو موافق، اشهار غير عادي، ده كل اصحاب موجودين. لكن ارجع افكر، ده اكيد بالاتفاق مع بعضيهم، اكيد مع بعضيهم قالوا ناخدها، كل هو عايز ورقة ناخد، بس هو الجواز اشهار، انا نيتي على الاستمرار. هو ربنا اللي هيحاسبه ان هو كان واخدني كمتعة شهر اتنين سنة اتنين ويطلقني، انا ماليش دعوة. انا واثق ان هم مع بعضهم كده الشله، اول ما شافوني مع الدكتور
قالوا كلهم لا، انت عايزها للجواز على طول ولا متعه؟ طبعا ده راجل متجوز وعيال، خلاص يبقى كل واحد ياخدها من بعدك. فعلا ده كان اتفاق بينهم، ده اكيد، لان مش ممكن واحد يطلقني وصاحبه يتجوزني، بعد كده يطلق صاحبي يطلقني يجي صاحبهم الثالث يتجوزني بعد كده. كانوا داخلين عليا جمعيه برغم ان السنه قاعده ايجاب وقبول وشهود اشهار، وانا سايب من حق ان انا اشهد على جوازتي وافوض نفسي. لكن لما ارجع اقول بس ده مش شكله، مش حلال، شكله مش حلال، ده شكله حرام. ارجع اقول حرام ليه؟ انا موافق وهو موافق وفي شهود، ده العماره اللي انا قاعده فيها كل يوم شايفين فرح، بس كل واحد عايش في حاله في القاهره. طب حتى لو فيها شبهه، طب المفروض ابعد، بس هو في الاول وفي الاخر حلال. مشكلتي دلوقتي بقى، طبعا انا بصراحه من غير كسوف، انا تعودت وانا محرجه بالكلام ده، اتعودت على التغيير. خلي بالكم كل راجل اتجوزته غير التاني، كل واحد ليه طعم، وكل واحد ليه شقاوته، وكل واحد ليه خفه دمه، وكل واحد ليه قدرته الغريبه على امتاعي. انا دلوقتي بقول للدكتور، بقيت بقول للدكتور يا دكتور مفيش حد هيتجوزني، يقول لي خلاص يا فاتن بقى، انت عايزين اشتغل لك يا حبيبتي خطبه؟ هتيجي في الصيدليه لو حد يعجب بيك اتجوزي يا بنتي بقى وخلفي وعيشي حياتك. انا عندي مشكله لازم اعمل عمليه عشان الخلف، عشان كده في اللي اتجوزتهم دول كله ما كنتش عايل هم الخلف ولا خدت عمر وسيل، لان عارف ان لازم تدخل جراحي بسيط واقدر اخلف. بس انا دلوقتي انا اتقدم لي واحد، مش هقول له ان انا متجوز 12، انا كنت متجوز قبل كده، ده اللي انا قلته له. الفكره ان انا اتجوزت وبقالي 5 سنين متجوزه، مخبيه طبعا كل ده، هو عارف ان انا متجوزه خلاص على كده، كنت متجوزه. مش هي دي المشكله بالنسبه لي، انا ما عملتش حاجه غلط. المشكله ان انا فقدت المتعه معاه. خلاص في اول جوازي انا متعوده 3 شهور واقلب، سنه واقلب، سنه ونص واقلب. انا مش ذنبي، هم اللي عودوني على كده. دلوقتي ده بقالي 5 سنين. بقيت مش طايقاه. خلاص انا مش عايزه ده. انا عايز حاجه جديده. عايزه تغيير. ممكن تقولوا عليه ادمان. ممكن تقولوا عليه ان انا اتعودت. او زي عادل امام اتعودت دايما. ده نتيجه ايه؟ ان انا كل 3 اشهر واحد جديد. سنه واحد جديد. سنه وست اكتر واحد سنه وثمان شهور جديد. اتعودت على كده. وكل واحد ليه طعم واداء وجمال. ده خلاص. وده اللي مضايقني، ان انا جوايا حكايه مستخبيه، وتاني حاجه ان انا مش سعيده مع جوزي ده اللي عايز يعمل لي عمليه عشان اخلف، وانا مش عايز اخلف، مش عايز استمر معاه. بس بقول طب مش عايز استمر معاه، ده هو الوحيد ده اللي متجوزني شرعي كمان، هو والاولاني خالص اللي في البلد. واضح ان الحكايات المستخبيه هتبقى عندي كتيره. قلت افضفض معاكم، انا ما غلطتش يا جماعه، وهي دي حكايه المستخبيه.